اولا انا كنحيي وزاره الثقافه والاتصال وكنحيي جميع الصحفيين هذه الجائزه الوطنيه للصحافه او تقليد منذ 16 سنه وهي للتكريم والاعتراف بالجهود عدد من الصحفيات والصحفيين. حنا كنعرفوا بان الاعلام الصحافه عندها واحد الدور كبير في الاصلاحات في التنميه في التقدم في نشر القيم الايجابيه، وهذه الجائزه هي باش تكرم الناس اللي امنوا بهذه القيم واللي خدموا في مجال الصحافه واسدوا خدمات ونشجعوهم اكثر وباش نشجعوا صحفيين اخرين يزيدوا في نفس الاتجاه. اليوم الجائزة الوطنية هي في حد ذاتها حدث إعلامي استثنائي بامتياز، هو فرصة كذلك لتكريم العديد من نساء ورجال الإعلام، كذلك إعطاء العناية خاصة لمجال الإعلام. وطبعا وزارة الثقافة أدخلت أصناف جديدة هذه السنة، كان هناك صنف كاريكاتير ضمن الجائزة الوطنية للصحافة، وتشتغل كذلك على العديد من المراسم المرتبطة بالدعم الموجه للصحافة وكذلك إدراج أصناف جديدة متعلقة بهذه الجائزة لتواكب كذلك المستجدات الوارده في مجال الصحافه والاعلام. لقاء احتفالي لوسائل الاعلام المغربيه للصحفيين، اعتقد انه من حسن حظنا جميعا ان تكون هذه المناسبه لابراز الطاقات الاعلاميه الموجوده في بلادنا نسائيه ورجاليه، وللاستحقاق. وهذه الجائزة تساهم بقسط كبير في الرفع من مستوى أداء الفضاء الإعلامي، ولذلك وأنا من الناس الذين وكبوا هذه الجائزة في بدايتها، أعتز بحضوري اليوم لهذه الدورة الجديدة من الجائزة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.